بهدف تحقيق استراتيجية المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي تشكل مظلة مرجعية وطنية للرقابة على الغذاء وضمان سلامته بما يكفل صحة المواطن، افتتحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرعا جديدا لها في محافظة المفرق بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية. محافظ المفرق ياسر العدوان أكد أن المفرق بحاجة إلى هذا الفرع لتوحيد الجهات الرقابية، فيما أبدى رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي استعداد وزارة الإدارة المحلية ممثلة بمبنى مجلس الخدمات المشتركة لتقديم كل الدعم اللازم لمؤسسة الغذاء والدواء كي تقوم بأعمالها الرقابية والتفتيشية على أكمل وجه. احنا قبل اسبوعين افتتحنا مكتبنا في البلقاء، محافظه البلقاء، اليوم بالمفرق. ان شاء الله الاسبوع القادم او الذي يليه سيكون افتتاح مكتب ايضا في الجنوب في محافظه معان. اليوم تعزيزا لدور المؤسسه العامه للغذاء والدواء في الرقابه على الغذاء والدواء، قمنا بافتتاح المكتب السابع في محافظة المفرق، ومحافظة المفرق طبعا هي من أكبر محافظات المملكة مساحة وتمتاز بوجود العديد من المعابر الحدودية، فكان لابد ولزاما على المؤسسة العامة للغذاء والدواء افتتاح مكتب مباشر مرتبط في الإدارة العامة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لإتمام عملية الرقابة على الغذاء والدواء. نتوقع إن شاء الله عملية المباشرة تكون مع بداية العام الجديد، سيكون الآن تأسيس لهذا المكتب ورفضه بالكفاءات الفنية من أطباء بيطريين وتغذويين، وأيضا نطمح أنه يكون في إن أيضا رقابة على القطاع الدوائي. في صباح هذا اليوم تم افتتاح مكتب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهو نواة لافتتاح مكتب إقليمي بإذن الله تعالى سيكون داخل المحافظة. كما تعلم المحافظة هي محافظة متسعة، محافظة تحتوي على سلة غذاء صيفي وتحتوي، وهي محافظة رعوية ولذا وتشتهر بتربية المواشي والأغنام. هذه المحافظة من زمان كنا نطالب بافتتاح هذا المكتب لتوحيد الجهات الرقابية. قدمت وزارة الإدارة المحلية ممثلة في مبنى هندسة البلديات والمجلس الخدمات المشتركة وبدعم من جميع بلديات محافظة المفرق مكتب لمؤسسة الغذاء والدواء تابع لمحافظة المفرق وتابع لفريق العمل، وبمؤسسية عالية ستعمل جميع الكوادر على المحافظة على السلامة العامة وشروط والالتزام من المواطنين بالسلامة العامة والمنشآت.